وكانوا زمايلي في الجريدة بيحبوني جدا جدا، وأنا كمان كنت بحبهم كلهم ما عدا شخص واحد. علي، زميلي الصحفي الشاب اللي كنت شايفة انه مغرور وشايف نفسه حبتين نظرا لوسامته وشياكته المبهرة. على عكس كتير من بنات جيلي اللي كان كل حلمهم يوقعوا عريس ويتجوزوا، كنت أنا مركزة في شغلي وبس، بلا جواز بلا هم. عشان كده عمري ما لجأت للحياة البلدي القديمة عشان ألفت انتباه علي، بالعكس كنت بتجاهله تماماً. لكن بالرغم من كده كانت أول ما تقع عيني في عينيه كنت بحس بأحاسيس غريبة، بتوتر وأحس بقلبي بيدق بسرعة وقشعريرة في سلسلة ظهري من فوق، ومعدتي كانت بتقلب وأحس إن أنا عايزة أرجع. أحاسيس الحب من أول نظرة، وكان علي برضو بيبادلني نفس الأحاسيس. أول ما كان بيشوفني بيحس إنه عايز يرجع. ليالي وما يردش لمجرد بس انه يسمع صوتي. كنت دايما بقفل السكة في وشه. ألو، رد يا حيوانة. وأنا طبعا كنت بسمعه أحلى شتايم. لغاية ما في يوم علي فاض بيه وقرر يقول لي كل اللي جواه. جرى إيه؟ أنا خلاص زهقت، كل يوم ورد ومطاردات، انا مش عارف انام في بيتنا. انت ايه، ما بتحسيش؟ خلاص انا اسفه. واخيرا قلت له الكلمه اللي بيستنى يسمعها كل راجل من كل ست وعمره ما بيسمعها. انت قلتي ايه؟ انا اسفه. وكان للكلمه دي مفعول السحر على علي، واتغيرت حياتنا تماما. أخيراً حقق جدكم علي
حلم حياته اللي تعب وشقي عشان يوصل، وبقى الزوج إنجي هانم أحمد. شوقنا أكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا. شكا مني وقال كلام فرح أهل البلد، شكا مني وقال كلام فرح أهل البلد. زي كل ست في أول الجواز افتكرت نفسي سندريلا، سندريلا اللي أخدت الأمير اللي جالها على الحصان الأبيض. لكن مع مرور الوقت اكتشفت أني أخدت الحصان بس من غير الأمير، وياريت حصان نشيط، لا ده بروطة وبيصحى بالعافية. قوم يا حبيبي عشان تتأخرش على الشغل. قلتلك 100 مرة أنا منصبي يسمح لي أروح الشغل براحتي، وبعدين أنا المدير مش هيخصم لي 500 جنيه من مرتبي. منصبك ومرتبك كده يا علي؟ ليه تلقيح الكلام اللي على الصبح ده يا حبيبي؟ ليه؟ ده جزاتي؟ جزاتي ان انا وقفت جنبك واهملت شغلي ومستقبلي لحد ما بنيتك بسم الله ما شاء الله وصلت اللي انت فيه واهتميت بالعيال، جاي دلوقتي تعمل فيا كده؟ بدل ما تساعدني وتقف جنبي بتحبطني وتكسر مقاديفي يا علي. دخلنا بقى في الموشح بتاع كل يوم. اصل انا كنت ضربتك على ايدك، ما انا قلتلك من الاول ان الجواز وشغل الست دونت ميكس، وانا كنت واضح انا عايز مراتي تهنيني تدلعني تاخد بالها من أشيائي، مش لا مؤاخذة ألاقي فرشة شعري في الجزامة ولاقي بوكسراتي معمولة فوط في المطبخ. يا سلام، عايز ناخد بالي من أشيائك وانت ما تاخدش بالك من أشيائي ليه يعني؟ دخلنا بقى في حديث الأشياء. بص يا حبيبتي، أنا عايزة تخمد لي ساعتين، روحي انت شوفي حالك وأكل عيشك بدل ما رئيس التحرير يسبخ لك. يا ايه الالفاظ دي؟ يسبخلك وتخمد دي الفاظ واحد صحفي محترم في جريده محترمه؟ سبت انت المدونين بتوع فيسبوك اللي بيكتبوا بالفرانكو؟ انا بتاع صحافه صفراء؟ ها انت عايزه ايه بقى دلوقتي؟ ممكن تتكلي على الله تشوفي شغلك وما تنسيش تحضري لي الفطار وتحطيه في الميكرويف عشان ما يبردش وتبقى ليله منيله على دماغنا كلنا. ليه يا حبيبي كده؟ انت ليه بقيت صفيق كده؟ لسانك بينزل حبر منيل اسود ومنيل يا علي. حبيبي ليه ما نرجعش زي زمان؟ نروح الكورنال مع بعض، نجيب فول وطعمية وبتنجان ونعيش زي الناس يا علي. ليه؟ فول وطعمية وبتنجان ونعيش، ايه الرومانسية دي؟ هو ده اللي بتغريني بيه؟ يا علي أنا قصدي يعني ليه ما تعملنيش زي زمان؟ زي السندريلا. فاكر يا علي؟ فكر. علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا ولا حدش بيبص علينا وكامل يا واكلنا بعنيها حاجة غريبة. صباح الخير يا كوكي. صباح الفل يا كوكو. يا صباح الخير يا صباح الخير. الفيلم العربي القديم اللي انتوا واقعين منه ده؟ الحب خلاني عبد الحليم ومعايا سندريلا حياتي. بس بقى يا علي ما تكسفنيش. ايوه بس انتوا كده دخلتكم دخلت عبد الحليم حافظ مع شاديه في معبود الجماهير وانا يوسف شعبان. بقولك ايه يا كوكو؟ حبيبتي عندك اهي، خلي بالك منها. ها وانا مش هتاخر عليكي. باي باي يا روحي. باي باي عندليب.
عملت ايه في الوادي يا معبودة الجماهير؟ بتقولي حاجة يا روحي؟ ها؟ لا ابدا يا حبيبي، دي كوكي كانت بتسأل انت مواليد شهر ايه؟ انا اتولدت يوم ما حبيتك. صحيح، انا جبت لك الفطار اللي بتحبيه، فول وطعمية وبتنجان، وجبت لك سكالانس عشان تحلي بقك وتغيري طعم البتنجان. سكالانس يا علي، كلفت نفسك ليه؟ معقولة ما بتنساش حاجة أبدا كده؟ كلي بالهنا والشفا واوعي ترمي حاجة. لا طبعا يا علي، هو أنا أقدر أرمي حاجة برضو أنت جايبها؟ وحأكل كاميليا معايا. وأنت مش هتاكل؟ أنا بشبع أول ما ببص لك يا حياتي. خلي بالك من نفسك، ولو عوزتي أي حاجة أنا في المكتب اللي جنبك. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي. هتوحشيني الحبة دول. وانت كمان هتوحشني. اوفر قوي.